السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. اليوم غنشوفوا الدرس الثاني في الرياضيات، الدرس سميتو ليزونسومبل. ليزونسومبل بالعربية هما المجموعات. هاد الدرس سهل بزاف، بحيث أن دوك الأعداد اللي شفتو في السنوات الماضية غادي نحاولوا فقط نقسموهم، مثلا كل أعداد نجمعوهم في واحد المجموعة. إذا لاحظتوا هاد الرسم اللي درت هنايا، كاينة مجموعة سميتها إخ، كاينة تحت منها كاينة كي، كاينة دي وكاينة زاد وكاينة ان. هنا تنديرو الحرف ماجيسكيل، مثلا مجموعة ان تنديرو لها حرف ماجيسكيل، تنزيدو واحد الشرطة حداها زعما باش نميزوها من ماشي غير حرف، هذاك راه مجموعة صافي. وحتى زاد، حتى زاد حتى هي تنزيدو لها واحد الشرطة هنا، ودي وكي الا بغيتي، وحتى اغ. المهم ماشي مشكل، لاحظوا معايا بلي اغ هي اللي مسيطرة على كلشي، جمع كلشي، عاد كي عاد دي عاد زاد عاد ان. ان هي الصغيرة فيهم. اذا غادي نحاول نبدا معكم من الداخل وانتم خارج، اذا خصكم تعقلوا على الدائره. وقبل ما نبداو يعني نشرحوا المجموعات، خصنا نعرفوا هاد الرموز. هاد الرموز مهمين بزاف. كاين واحد الرمز انكلي، هذا سميتو انكلي بالعربيه ضمنه. باغ اكزومبل تخيل معايا القسم ديالك ان شاء الله في الجدع المشترك، غيولي مثلا جدع مشترك علوم رقم 3، هذا هو الرقم ديال القسم ديالك، ويكون واحد التلميذ مجتهد، مجتهد في هذاك القسم، غتكون هو انت ان شاء الله. دونك غنقولو هاد التلميذ المجتهد نسميوه مثلا حسن. حسن سي ان اكسيلون اليف، الي انكلو دون لا كلاس 30 كومان 3. يعني هاد التلميذ المجتهد حسن راه كاين انكلو ضمن القسم جدع مشترك علوم 3، ده هو المعنى ديال انكلو. كاين اتحاد، هاد اليوم بالفرنسية بحال ما شكل هذا، وكاين اتحاد يعني تتحدو جوج الحوايج، تقاطع، تقاطع مثلا واحد المستقيم هنا، واحد المستقيم ديك النقطة ديال التقاطع، هاديك البلاصة سميتها انتيرسيكسيون بالعربية، بالفرنسية عفوا، ينتمي، هذا ينتمي، رمز ديال ينتمي، لا ينتمي بالفرنسية ابارتيان، لا ينتمي نابارتيان با، وبالنسبة للرمز تنزيدو غير واحد الشرطة هنايا، صافي. دونك ابارتيان راكم عارفين، ينتمي إلى، ينتمي إلى الأفارقة، ينتمي إلى المسلمين بحال ما شكل هذا. دونك كومونسون تو دابور باغ لونسومبل. لونسومبل إن كوم ديفينيسيون دي نومبر اونتيي ناتشورال فورم ان اونسومبل ابولي اونسومبل دي نومبر اونتيي ناتشورال. دونك هاد المجموعة إن راه فيها واحد مجموعة من الأعداد الصحيحة الطبيعية، صافي هذا هو المعنى ديالها. وترمزو لها بإن. وشنو هي هاد المجموعة؟ بادين من صفر، واحد، جوج، ثلاثة، بحال لا بغيتي تعلم شي واحد يبقى يحسب، غتقولك غتقولي بدا من صفر، غتقولك صفر، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، زيد كمل، حداش، اثناش، ثلاثاش، ويبقى يحسب يحسب يحسب، ما غاديش يقول بالفاصلة، ما يقولكش حداش فاصلة ثلاثة، حداش. دونك هادوك الأعداد النيشان اللي في الحساب يتسماو دي نومبر اونتيي ناتورال، المجموعة ديال ان، وما فيهاش ناقص، إلا لاحظتو بادين من صفر وطالعين. يقدر نحيدو هاد الصفر، ولكن إلا حيدناه هاد المجموعة هادي تنديرو واحد النجمة الفوق، تنحصلو على إن إطوال. دونك في التمرين إذا لقيتي إن إطوال راه هي واحد الفوق. مثلا إيسكو زيرو أبارتيان أ إن إطوال؟ لا، زيرو ما تينتهمش. إيسكو دو، دو العدد جوج أبارتيان أ إن إطوال؟ وي سي فغي. دونك شنو هي إن إطوال؟ هي ما فيهاش زيرو، ولكن إن فيها زيرو الفوق، صافي. وهادو بادي من واحد. هنا دي زيكزومبل 2.4 هذا فيه الفاصلة، دونك ماشي ما تنتميش لهاد المجموعة، لا بارتيان با. وهذا ناقص 6 كاين يعني فيه إشارة ناقص، دونك ما تنتميش، لا بارتيان با. و99 كاين حيت جميع العدد من صفر وطلع، صفر صفر تا هو كاين ها هو، ولكن صفر لا بارتيان با ان إطوال، لا هي ان إطوال ما فيهاش صفر. نتمنى تكونوا فهمتوا. كاين واحد لونسومبل دي زونتي غولاتيف فورمون لونسومبل ابولي زد، كاين واحد المجموعة اخرى زد. شنو هي زد؟ ما كاين والو، ما غنزيدو حتى حاجة غير هذيك المجموعة ديال ان فيها صفر واحد جوج ثلاثة، هادي غنزيدو ناقص واحد ناقص جوج، المماثل ديال هذا ناقص واحد هنا، جوج ناقص جوج، ثلاثة ناقص ثلاثة، أربعة ناقص أربعة. دونك زد فيها تال الأعداد السالبة، هذه هي المجموعة زد، فيها الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، ولكن ما فيهاش الفصيلة، هذه هي المجموعة زد.
ويا درنا زاد ايطوال. شنو هي ايطوال؟ تنحيد الصفر صافي. ملي تشوف ايطوال هاد النجمة هادي سافو دير ما كاينش صفر، وداكشي الاخر صيبقى كيف ما هو. وزاد بليس، زاد بليس تنحيدو هادو، هادو اللي سالبين تنحيدوهم، تناخدو غير من صفر ونطلعو. وكاين الا درنا زاد بليس ايطوال، كاينه زاد بليس يعني غير هادوك الموجبين، وايطوال ما فيهاش صفر. دونك اش غيبقى لينا؟ يبقى لنا واحد جوج ثلاثة، هادو من واحد جوج ثلاثة للفوق، حيت زاد بليس ايطوال بليس يعني غير الموجبة، عدد الموجبة هما هادو. وإلا درنا ايطوال ما كاينش صفر، دونك خصنا نحيدو صفر من هنا، دونك يبقى لنا واحد جوج ثلاثة. إلا درنا زاد ناقص هناخدو غير هادوك السالبة ولكن فيهم تا صفر، وإلا درنا زاد ناقص ايطوال يعني خص تا صفر يتحيد، ايطوال تاني ما كاينش صفر. هنا يعني واحد الرومارك، زاد بليس انيون زاد موا سادون زاد. إلا جمعنا زاد بليس فينا هي؟ فيها صفر واحد جوج ثلاثة وطلع، وزاد موان فيها فيها صفر ناقص ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. دونك إلا جمعنا هاد المجموعة هادي مع هادي تنحصلو على هادي، حيت هادي هي الكمالة ديالو، دونك هي هادي. دونك زاد اتحاد زاد موان زاد بليس اتحاد زاد موان صادون زاد. ندوزو دابا لمجموعة أخرى أونسومبل دي، جات دي هاد اونسومبل دي هي اللي معقدة شيئا ما، لا ماشي هي اللي معقدة، نومبر ديسيمال غنشوف واحدة أخرى معقدة. نومبر ديسيمال إيت أن نومبر كي بو سيكخي باغ أن نومبر فيني دو شيفخ أبخي لا فيغبي. شوف من هنا واحد عدد عشري هو واحد العدد تتكتب كاينين أرقام ورا الفاصلة ولكن منضبوطين، ماشي غير محدود بحال هادو كاملين. جوج ثلاثة سبعة صافي محدود، جوج واحد هنا ثلاثة على أربعة نقدرو نقسموها في آلة حاسبة تعطي 0.75 مضبوط هادشي. ولكن إلا درنا جوج على ستة 0.666 هادشي ما مضبوطش، دونك هذا لي باز أن نومبر ديسيمال. صافي إلا كانت فاصلة مضبوطة تنقولو سي أن نومبر ديسيمال، ما كانتش مضبوطة غنقولو ني باز أن نومبر ديسيمال. نعطيكم مثال 33 على 15، يلا قولوا لي وشنو واش غتعطي ديسيمال ولا نو ماشي ديسيمال. دابا هادي لونسومبل كي، لونسومبل كي شنو هي لونسومبل كي؟ سي لونسومبل دي نومبر راسيونيل، راسيونيل هما الاعداد الجذريه سو لي فراكسيون دو فورم بي سور كي افي كي دي فورم دو زيرو. ساهل انت هما فقط الا خدينا واحد العدد نقسمو على الاخر، ولكن هاد العدد اللي تحت ما خصوش يكون صفر ابدا، حيت ما عمرنا بحال نقول لك مثلا نجيب تفاحة ونقسمها على صفر، زعما بحال نقسمو على عوض نقول لك نقسمها على جوج دراري نقول لك نقسمها على صفر دراري، علاش غنقسمها؟ ما يمكنش، حيت ما تنقسموش على صفر، يعني الا كنا غنقسمو على صفر ما نقسموهاش. دونك بي سور كي افي كي ديفيرون دو زيرو فو بوفي كخير ايسي ا سور بي سي دو فوتخ شوا. مثلا تقدر انت دير هنا ا سور بي، انا غير درت بي سور كي، و الى درتي انت ا سور بي خص بي ديفيرون دو زيرو. اكزامبل 1 سور 3 سي لا ديفيزيون دان نومبر اونتي سور ان اوتر نومبر اونتي، ملي تندير واحد العدد طبيعي مع العدد الطبيعي دونك راه هذا تينتمي لكي، بحال هاد الشكل هذا بي سور كي، حتى هذا بي سور كي، وحتى هذا ناقص 0.175 نقدرو نحسبوها هي ناقص 3 على 8. اذا كلشي هادشي تينتمي لكي، وهذا تا هو كلهم يعني عدد طبيعي على عدد طبيعي. هنا واحد فاصلة جوج نقدر نكتبوها 5 على 6، دونك تكتب على شكل ان نومبر اونتي سي ان نومبر اونتي. هنا جي درت 8 على 2، لا غتقولوا لي علاش؟ لان الى درتي جي درت 8 وعلى 2 غادي تلقى هنا كاين واحد جدر مربع، واخا دابا نشوف واحد مثال اخر باش تكون اكثر. لاحظوا معايا 1 على 3 سي ان نومبر ابارتيان ا كي، ولكن بار كونتر بي اللي هي 3.14 راه ماشي 3.14، راه محدوداش 3.14 15 92 65 محدودش هادشي. هاد بي هادي نابارتيان با كي، وساد علاش؟ هادي ابارتيان وهادي نابارتيان با، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بين هادي وهادي، علاش هادي قلنا راه تنتمي للكي وهادي ما تنتميش؟ هادي فيها سي تا موتيف ريبيتيتيف ابخي لا فيرغول. شنو فهمنا من هنا من هذا الكلام اللي قلت؟ هنايا فاصله
ثلاثة ثلاثة ثلاثة، سي ان موتيف كي سو ريبيت، واحد الحاجة في التعاود هذيك نفسها، ثلاثة 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 ثلاثة، صافي نفسها. دونك إلا كانت هذه القضية واخا ما مضبوطاش الفصيلة تنقولو راه تنتمي للكيو، ولكن بالنسبة للبي ونا با دو نومبر كي سو ريبيت، كاين هنا واحد ربعة واحد، يعني كانت واحد عاد ربعة عاد واحد، خمسة تسعود جوج، هنا واخا تعاودت واحد ولكن راه خاصها تبقى تعاود هي نفسها. إذا كانت تتعاود هي نفسها راه أبارتيان، سينو أبارتيان با، واحد القاعدة إلا درتو. دونك هاد هاد بي هادو أبارتيان با كي، وشنا هي كي؟ سي لونسومبل دي نومبر راسيونيل، دونك هذا غيكون سي ان نومبر إيغاسيونيل. إيغاسيونيل شنو هي إيغاسيونيل؟ كيفاش غنكتبوها؟ نسيت ما كتبتهاش هنا، غتكتبو إي وغديرو إر إر وتكملو نفس الكتبة إيغاسيونيل. دونك إلا درنا واحد الخاصيات، إلا درنا راسيونال وزدنا عليه راسيونال فيعطينا راسيونال، إلا درنا راسيونال وزدنا عليه إيغاسيونال يعني جذري زائد لا جذري يساوي لا جذري، ولا درنا جذري مضروبة في جذري فيعطينا جذري، ولا درنا جذري راسيونال مضروبة في إيغاسيونال يساوي إيغاسيونال. دونك نتوما العمل ديالكم غتقولوا لي هذا سعود بليس راسين دو 45 إسكيل ساجي دان نومبر راسيونال أو بيان أن نومبر إيراسيونال. هنا لونسومبل اخ، لونسومبل اخ ساهله ساهله بزاف، داكشي كامل اللي هضرنا عليه هادي راه جمعهم بحال لا هادي واحد 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 شنو نقول واحد ان بوتاي واحد قنينه، غناخدو هادوك ونخشيهم في وسط من هذيك القنينه ونسدو عليه صافي، هادي جمعهم كاملين كاع. اي حاجه لقيتي في هادشي اللي درت قبل حتى الدقيقه 11:49 كلهم راه خاشين هنا صافي، غير هو ما نساوش نقول لكم واحد القضيه، كاينه واحد المجموعه اخرى غادي تقراوها لي نومبر كومبليكس تقراوها في الباك، دابا غير هادشي غير في السانكيم و السيزيام، كاينه مجموعه اخ هي اللي جامعه كلشي، من بعد راه كاين مجموعه اخرى. دونك هنايا اخ الا قلنا اخ نجمه، شنو المعنى ديال اخ نجمه؟ تنحيدو غير صفر صافي، ملي كنديرو نجمه شي حاجه نجمه تنحيدو لها غير صفر، و بليس تنحيدو داكشي اللي سالب صافي، يعني يعني غتاخد اي عدد غير ما يكونش سالب راه هي ار بليس، ولا درنا ار نجمة بليس راه يعني صفر والسالب كلهم حيدي، يعني يعني واحد جوج جوج فاصلة هادو كاملين. هنا ار موان كنحيدو غير دوك دوك الموجبة كناخدو السالبة. بالنسبة للمجموعة ار نقدر نمثلوها بهذا الشكل، هذا عندنا واحد العمود الوسط ديالو صفر، وهادشي كامل اللي كاين هنا وهادشي اللي اعداد موجبه، وهادي اللي كاين هنا اعداد سالبه، هنا جيت كان موال لانفيني. علاش درنا موال لانفيني؟ لان تمو غاديين غاديين غاديين، تقدر تقول لي استاذ ناقص 60 نقول لك انا ناقص 200، واحد يقول لك ناقص مليار، حنا ما تنحبسوش داكشي علاش تنقول لهم موال لانفيني، هنا بليس لانفيني العكس. وهادو خاصيات يعني مجموعه من الخاصيات كاينين، هادو خصنا نضبطوهم A plus B la puissance 2, c'est-à-dire la forme de tabac à Hamma, ce sont, disons, identité remarquable pour le français, mot de tabac à Hamma. Ou a dit A naqis B, A au signal naqis B, A zaid B au signal, A zaid B, Hamili A naqis B, A au signal naqis B au signal. Ou on dit A zaid B la puissance 3, c'est-à-dire, A doute est tafdou, A au slata, slata A au signal, zaid fois B, زائد 3 ا بي سيجنال، هادو خصكم تحفظوهم. واحد المثال، الى لقيتي في التمرين 2 اس 3 بليس 4 اس 3 صافي، هي هادي ا اس 3 بليس بي اس 3، اذا خصك تطبق هاد الخاصيه. دونك اش غدير؟ غدير تسد تفتح القوس بحال ما هكا، دير ا زائد بي، شكون هو ا؟ هو 2، ها هو شكون هو بي؟ هو 4، ها هو. ونفتح القوس الثاني خصني ندير ا اس 2، أو سي اتنين شكون هو أ؟ هو جوج، غندير جوج سي اتنين ناقص أ في بي، شكون هو أ؟ شكون هو بي؟ إذا أ هو جوج و بي هو ربعة، جوج في ربعة زائد زائد بي و سي اتنين، شكون هو بي؟ هو ربعة زائد ربعة و سي اتنين، و غنحسبو هنايا جوج زائد ربعة هي ستة، هنا جوج سي اتنين هي ربعة، جوج في ربعة هي تمنية، ربعة و سي اتنين هي ستاش. دونك هنايا ستة ربعة ناقص تمنية زائد ستاش هي اتناش، وهنايا ستة ستة اتناش 72. إذا نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش دايما اللايك إلا عجبكم الفيديو، تبارطاجيو
والبارتي التانية غادي ندير معكم هادشي الاخر، هادشي اللي بقى.